الإخوة والأخوات الكرام، أبناء الشعب السوري الصامت، أصدقاء الشعب السوري الجريح، استشعارا للمسؤوليات الأخلاقية والإنسانية وتلبية لواجب ونصرة وتضامنا مع الشعب السوري في مطالبه السلمية والمشروعة ومحاولة لوقف المجازر والجرائم، أتيني اليوم من كل حدب وصوب، من أقصى الجنوب، من ميونخ إلى هانوفر إلى برلين إلى كين، وها نحن نقف في هامبورغ لنقول لبشار الأسد ونظامه القمعي: كفى قتلا للأطفال، كفى قتلا للنساء. نخرج اليوم ونخاطب ضمير العالمين ونخاطب الإعلام العالمي لكسر جدار الصمت، لكسر جدار الصمت والتجاهل لمأساة الشعب السوري الجريح. لقد دخل الله. ويا الله ملنا غيرك يا الله. يا 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 الله يا الله. يلعب يلعب. Yeah.
السورية بدها كف 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 يا شباب كف عشان المال كف
وبدنا نشيله لبشار وبهمتنا القوية سوريا بدها حرية سوريا بدها حرية وبدنا ندوسه لبشار وبهمتنا القوية سوريا بدها حرية سوريا بدها حرية بشار الأسد وبلا بطيخ وهالعصابة الأسرية سوريا بدها حرية سوريا بدها حرية حكينو بطوطي غوفن بيها زوفي الهابن بيفلو عن بس الزيريان باي هاي بس الزيريان باي هاي بس الزيريان باي هاي قد عنا يا بشار عدو الإنسانية سوريا بدها حرية سوريا بدها حرية شينا غسلان تونت إيران انت شخايبن فيتو بلان بس في السوريان باي هاي بس في السوريان باي هاي سوري سوري سوريا الأسد فاد الشرعية سوريا بدها حرية سوريا بدها حرية سوريا بدها حرية سلمية ديمونستراسيون بيشو سلمت مونيسيون بس في السوريان بلان ديمقراطية سودانية إن شاء الله والساء الكف شباب الكف بدنا الكف ديمقراطية يس سوداني 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 ديمقراطية